أعدادهم تتناقص، إلا أن هؤلاء المتظاهرين يحاولون إثبات وجودهم في ساحة التحرير التي اعتادت عليهم كل جمعة منذ 25 من شباط الماضي. انخفاض نسبة المشاركة عزاها بعض المتظاهرين إلى أسباب عدة، أبرزها مخاوف من التعرض للاعتقال، وكذلك شعور المتظاهرين باليأس نتيجة لعدم تحقيق مطالبهم. المتظاهر يعتقل، يضرب، يختطف، هذه الممارسات يعني قوضت شيئا ما من حضور المتظاهرين، ولكن نحن بين فترة وأخرى نعمل على تحشيد المتظاهرين. بالنسبة للمظاهرات تقل حسب الظروف، اكو انسان ظروفه عاد لا يجي، واكو ناس يقول لك انا شي علي، وثاني شيء مطالب ما تحققت، اي شيء ما تحقق من 25 شباط ولحد هذا اليوم. مطالب المتظاهرين كانت واضحة من خلال رفعهم لشعارات طالبت بالقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين وعدم ابقاء المدربين بعد الانسحاب الامريكي نهاية هذا العام، داعين الى الاعتماد على كفاءات الجيش السابق. يجب إلغاء هاي التصرفات كاملة وتحرير البلد تحرير كامل من كل القوات الأمريكية البريطانية. الجيش العراقي السابق أفضل من الأمريكان وأفضل من كل يقدرون يستوردون من أي دولة، ليش الأمريكان أنتم تخلونها بحجة؟ وراح نعرف إحنا المتدربين اللي يستوردونهم، أكو عندنا مدربين أكفاء بالجيش السابق. التظاهرة لم تخلو كذلك من شعارات التنديد ببعض الشخصيات الحكومية، فهذه المرة كان دور رئيس الجمهورية الذي طالب المتظاهرون بمساءلته عقب الكشف عن وثيقة سرية تبين طلبا بتمويل ديوان رئاسة الجمهورية بمليوني دولار أمريكي لغرض تغطية نفقات زيارة الطالبان الأخيرة إلى الولايات المتحدة. تمام عبد الحميد، السومرية.